خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي وقيادات الجيش يقدمون التحية العسكرية لأبطال أكتوبر. الأمم المتحدة تشد على ضرورة مشاركة كل الأطراف العراقية في الحوار والامتناع عن الاستفزازات. موسكو تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات يتطلب مشاركة كييف، وأوكرانيا ترى استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. نصر أكتوبر كان وسيظل دائما علامة مضيئة في سجل انتصارات هذه الأمة. هو النصر الذي أعاد اكتشاف قدرات وإمكانيات المصريين ووحد صفوفهم في مواجهة التحديات. 49 عاما مرت على هذا النصر المجيد، ولا يزال أبناء هذا الوطن يقدمون التضحيات لحماية الحق والكرامة ويصونون قواعد السلام المستند إلى القوة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية، وحققت فيها مصر معجزة العبور. وخلال الندوة التثقيفية 36 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أضاف الرئيس السيسي أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. تحتفل مصر اليوم بذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة. إن يوم 6 أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوماً مقدراً له أن يظل خالداً، ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام. فمصر لم تحارب فقط دفاعاً عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. وقدم الرئيس السيسي التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. وثمن الرئيس السيسي قرار الرئيس الراحل أنور السادات نحو السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاقا للمستقبل لسائر المنطقة. إن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية. ومن هنا فإنني أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل
الرئيس محمد أنور السادات. بطل الحرب والسلام الذي اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطارد الجميع، وتحية له أيضا باتخاذه بشجاعة الأبطال قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة. كما قدم الرئيس السيسي التحية لرجال القوات المسلحة ولكل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث. وأكد الرئيس السيسي أن العلاقة بين الشعب والجيش تعد أمرا مقدسا وضامنا لأمن الوطن واستقراره، فيما وجه التحية إلى أرواح الشهداء تقديرا لتضحياتهم بحياتهم لحماية الوطن. ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس لمصر أوجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، وتحية يملؤها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية، تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف بأن أكون ابنا من أبنائها. وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي، وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وحصن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبها العظيم. وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمراً مقدساً وضامناً أبدياً لأمن هذا الوطن واستقراره. وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن حراً كريماً مستقلاً. أكد الرئيس السيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر. وشدد الرئيس السيسي على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعارات، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وبتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. ثم العمل الدؤوب. ثم العمل الدؤوب. بعزيمة وإرادة صلبة. بعزيمة وإرادة صلبة. من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويطغى على عثرات الماضي. ولعلكم تتفقون معي إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنمية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة بإذن الله، الجمهورية التي نتطلع إليها والتي تلبي طموحات طال انتظارها جيلاً بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة وحضارته وعظمة تاريخه. أكد الرئيس السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة يمكن تجاوزها بالجهد والعمل من أجل الوطن. وأضاف الرئيس السيسي أنه في ظل هذه الظروف ما زالت قوى الشر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية وتبص سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب. وتعد الأزمة الاقتصادية العالمية
التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب نموذجاً على ما نراه ونعيشه ونحياه، ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي. وفي ظل هذه الأحداث وتلك الظروف، ما زالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية، فراحت تبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات، بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته. ولكنني على يقين أن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة، وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والسمين والهدم والبناء، وما بين الإخلاص وحب الوطن والشعب والخبث وكراهية هذا الوطن وشعبه. ورحب الرئيس السيسي بأبطال معركة أبو عطوة خلال حرب أكتوبر، مؤكدا أنهم قدموا لمصر الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل. وخلال الندوة التثقيفية 36 للقوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي أن التضحيات هي ثمن النصر والكرامة وليس بالكلام أو الشعارات. لنا عظيم الشرف إن احنا نلتقي ونشوفكم، وكل الناس اللي موجودة مش بس اللي في القاعة في مصر، يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل احترامي واحترامنا تقديرنا ليكم كلكم. مش عايز اطيل عليكم، لكن ارجو ان انتوا تقبلوا اعتذارنا لو كنا ما خدناش بالنا منكم قبل كده. ارجو وكان مهم قوي ان انتوا تبقوا موجودين النهارده عشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي، شوفوا تمن الكرامة بيتعمل ازاي، لا بيتعمل لا بالكلام ولا بالشعارات ولا بيتعمل بالدم والتضحيات، ولما اتعمل بالدم والتضحيات فضل باقي حتى الآن. فعظيم الشرف ان احنا نلتقي بيكم، عظيم الشرف ان احنا نشوفكم. ربنا يا رب يديكم الصحة ويجازيكم خير على كل ما فعلتموه انتم وكل ابناء هذا الجيل في وقته. شكري. وحرص الرئيس السيسي على تقديم التحية لعدد من ابطال حرب اكتوبر المجيدة. وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع هؤلاء الابطال، وشارك في الصورة التذكارية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. أسود واقفين في حبك يا بلادي، أسود قدام كل اللي يخون يا عادي، ده مين يمسنا أو يجي يقرب هنا، أسود وقد الوعود، أسود واقفين في حبك.
بك يا بلادي أسود قدام كل اللي يخون يا عادي ده مين يمسنا أو يجي قرب هنا أسود وقد الوعود أسود واقفين في حبك يا بلادي أسود قدام كل اللي يخون يا عادي ده مين يمسنا أو يجي قرب هنا أسود وقد الوعود. كما حرص الرئيس السيسي على تكريم زوجات أبطال حرب أكتوبر وقادتها لدورهن في دعم أزواجهن خلال هذه الفترة. ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر لهن تقديرا لدورهن العظيم خلال حرب أكتوبر، كما حرص الرئيس السيسي على التقاط الصور معهن وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 49 لحرب أكتوبر. وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، صدق الرئيس السيسي على ترقية قائدي القوات الجوية والقوات البحرية من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق. وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرر تصديق الرئيس السيسي على ترقية كل من قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم وقائد القوات الجوية اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم. أطلقت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة مشروعا دراميا ثقافيا توعويا بعنوان مصري طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ضمن فعاليات الندوة الثقافية 36 بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
يهدف المشروع إلى توثيق أبطال مصر والمجهودات التي بذلوها لحمل اسمها ورايتها، ويختص مشروع مصري بتسجيل البطولات والإنجازات بفعاليات ثقافية ورياضية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وسيتم إنتاج أعمال فنية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار العام المقبل. وجه رئيس البرلمان العربي عادل العصومي التهنئة لمصر جيشا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 49 لنصر أكتوبر. جاء ذلك خلال انطلاق الجلسة العامة للبرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. أتقدم باسمكم جميعا بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظ الله ورعاه، ولا شعب وحكومة وبرلمان وجيش مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد الذي سطر أروع الأمثلة في التضحية والبطولة من أجل العز والكرامة، وسيظل دوما شعل مضيعة في تاريخ مصر والأمة العربية. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة، وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. الوحدة كما أثبتت معاركنا عبر التاريخ قدر ومصير للأمة العربية. وعندما تدق أجراس السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب، وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجرية. وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن والدفاع عن مقدراته، مقتدين بصاحب الذكرى العطرة وبكفاحه ونضاله في مجابهة الشدائد والتحديات وحفظ الأوطان. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. وبعث الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وجاء في البرقية أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسماء آيات التهنئة سائلين المولى أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة إشراقة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علام. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة أسامة عسكر بمناسبة ذكرى المولد النبوي. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين
حيث أعرب فيها عن صادق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة المولد النبوي الشريف. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2848 عنصراً إجرامياً ومصرع 11 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة. وضبط معهم 1524 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاشان وجيرينوف و236 بندقية آلية و228 بندقية خرطوش و73 مسدسا و982 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 440 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4927 قطعة سلاح ناري بحوزة 4193 متهما أبرزها 2 جيرينوف و2 رشاش و650 بندقية و420 بندقية آلية و256 مسدسا و3597 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و630 خزينة، إضافة ل7569 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 57 تشكيلاً عصابياً ضموا 184 متهماً، قاموا بارتكاب 239 حادث متنوع، كما تم ضبط 537 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 403 حادث ما بين خطف، قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 632 متهما، كما تم إعادة 21 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,441,669 حكماً قضائياً من بينها 9,675 حكم جناية و737,956 حكم حبس جزئي و128,434 حكما مستأنفا و1,223,709 حكم غرامة
و341,865 حكم مخالفة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تموينية بمضبوطات وصلت إلى 176 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 63 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 93 طن. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 20 طن أسمنت. كما تم ضبط 710 قضايا في مجال قضايا المخابز، من بينها 210 قضايا خبز ناقص الوزن و193 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 105 أطنان. شارك وزير الخارجية سامح شكري في منتدى الدول الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ برئاسة غانا، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري بكنشاسا لمؤتمر كوب 27. وخلال كلمته سلط شكري الضوء على الأطراف الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ والتحديات التي تواجهها للتعامل مع تلك التداعيات، على الرغم من كونها لم تسهم في الأسباب التي أدت إلى التحدي العالمي الحالي المرتبط بتغير المناخ. وأكد وزير الخارجية على ضرورة تجديد المساهمات المحددة وطنيا لتعزيز خطة عمل التخفيف من آثار المناخ خلال مؤتمر كوب 27 والوفاء بالتعهدات التي تم مضاعفتها خلال مؤتمر غلاسكو لتحقيق تقدم بشأن الهدف العالمي للتكيف. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ المنعقد في العاصمة كينشاسا. وخلال اللقاء أكد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والرغبة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما ناقش شكري مع نظيره الكونغولي تطورات ملف مفاوضات سد النهضة، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري المتمسكة بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم استنادا على قواعد القانون الدولي الراسخة في هذا الشأن. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم على المشاركة الكاملة والفاعلة في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف الذي ستستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. وأكد أن قادة العالم يمكنهم أن يثبتوا من خلال مشاركتهم في القمة أن العمل المناخي يمثل الأولوية العالمية القصوى التي يجب أن يكون عليها. يجب على المؤسسات المالية الدولية إصلاح نموذج أعمالها ونهجها في التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواصلة مبادراتهم الخاصة، ويجب عليهم أيضاً تكثيف جهودهم للاستفادة من الزيادات الهائلة اللازمة للتمويل الخاص في كل قضية مناخية. الحل الوحيد هو اتخاذ إجراء تضامني حاسم، وكوب 27 هو المكان المناسب لجميع البلاد بقيادة مجموعة العشرين لإظهار مشاركتهم في هذه المعركة. جدد البرلمان العربي تأكيده على الثوابت تجاه قضايا المنطقة العربية الاستراتيجية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وخلال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث، أكد البرلمان العربي موقفه الثابت لدعم ومساندة الأشقاء في دولة فلسطين.
بمقر جامعة الدول العربية عقد البرلمان العربي جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث، والذي أكد فيها على الثوابت الراسخة للقضية الفلسطينية إلى جانب أهمية القمة العربية القادمة بجمهورية الجزائر. نأمل أن تخرج هذه الجلسة اليوم بعدة قرارات ومشاريع تؤكد وحدة الصف العربي، وخاصة فيما يخص القضايا الجوهرية والإقليمية بما يخدم الأمن القومي العربي، ومنع التدخلات الإقليمية والخارجية بسياسات بعض الدول العربية. خلال الجلسة تم مناقشة عدد من الملفات كمشروع تقرير الحالة السياسية وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، إلى جانب عدد من القوانين منها قانون حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الوطن العربي. ناقش البرلمان الكثير من القضايا السياسية التي تعالج القضايا المختلفة التي تمس الوطن العربي، سواء باليمن أو العراق أو الصومال أو فلسطين، وتحدثنا كذلك عن في لجنة المرأة، لجنة المرأة والشباب، الكثير من القضايا التي تعرض لها القوانين والقوانين المختلفة المتعلقة بذلك. يأتي أهمية دور البرلمان العربي في تعزيز العمل المشترك بما يفعل التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية. أكدت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جانان بلاسخارت على ضرورة أن يشارك كل الأطراف العراقية في الحوار والامتناع عن الاستفزازات، وأشارت الممثلة الأممية إلى أن غياب حكومة ما بعد 12 شهرا من الانتخابات أمر يصعب تبريره، قائلة إن الخلافات سادت على لغة الحوار. كما أضافت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق أن جميع الأطراف السياسية أخطأت وفشلت في تأدية واجبها تجاه البلاد. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الجميع في العراق متفقون على إجراء الانتخابات المبكرة لتخطي الأزمة الراهنة. وقال الكاظمي خلال تصريحات له إن العراق كان على شفا حرب أهلية بسبب بعض السياسيين، حيث تسببت تصريحاتهم في إشعال الصراع بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن القوى السياسية فشلت بسبب اهتمامها بالسلطة على حساب المواطن وبناء العراق. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن روسيا ستنتظر حتى يغير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أو الرئيس المقبل موقف بلاده بشأن المفاوضات مع روسيا. وأضاف بيسكوف أن الجهود المبذولة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاقيات تتطلب مشاركة كييف. وأشار المتحدث باسم الكرملين أنه حتى قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا كانت روسيا ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي للوضع في أوكرانيا. صوت مجلس الاتحاد الروسي لصالح ضم 4 مناطق أوكرانية سيطرت عليها روسيا بعد إجراء استفتاء. وخلال جلسة لمجلس الاتحاد تم التصديق بالإجماع على تشريع لضم مناطق دونسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية بعد تصويت مماثل في مجلس النواب الروسي الدوما. ومن المقرر أن تعود الوثائق إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من الرئيس فلاديمير بوتين لإكمال عملية ضم المناطق الأربع رسميا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن على دول العالم أن تدرك الواقع الجديد الذي فرضته بلاده في أوكرانيا.
أوضح لافروف أن اعتراف الغرب بقرار روسيا بضم دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون هو أمر لا مفر منه، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من الدول تدرك صحة المواقف الروسية. وأضاف لافروف أن سعي الغرب إلى المواجهة وعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الأربع هو أمر مضاد للتاريخ. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع مصورة لمجندين يتدربون في جنوبي البلاد والمنطقة الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات التي تضم الروس الذين تم استدعاؤهم مؤخرا تشارك في تدريبات قتالية مكثفة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الكرملين أنه يخطط لاستدعاء حوالي 300 ألف شخص. Кровотечение у нас прекратилось. Если человек в сознании, всегда работайте с ним. Остановить кровотечение. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي تحرير مناطق جديدة في البلاد، لافتا إلى أنه تم تحرير أكثر من 450 منطقة في خاركيف وحدها. من جهة أخرى، وافق الرئيس الأوكراني على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية. كل الإجراءات لإعادة الحياة الطبيعية في المناطق المحررة تتم بشكل مكثف للغاية على مختلف المستويات الحكومية. وإجمالا هناك أكثر من 450 مكانا في منطقة خاركيف وحدها تم تحريرها بفضل العملية التي انطلقت في سبتمبر وما زالت مستمرة. يتم استعادة أعمال النقل والبريد والشرطة والإمداد بالمياه والغاز والكهرباء إلى أقصى حد ممكن. وبعد تحرير تلك المناطق وجدنا الكثير من الألغام، وتقريبا كل البنية التحتية تم تدميرها. قالت زعيمة كتلة التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، قالت إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا تؤثر على روسيا لكنها تعاقب الفرنسيين. وأكدت لوبان أن الفرنسيين يواجهون شتاء صعبا، منوهة إلى أن العقوبات تأتي بنتائج عكسية، حيث زادت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 40 مليار يورو. أعلنت شركة الطاقة الألمانية العملاقة RWE أنها أعلنت أنها ستتخلى عن طاقة الفحم بحلول عام 2030، حيث تتطلع ألمانيا إلى تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري. أكدت الشركة الألمانية أن التخلص التدريجي من الفحم هو الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف حماية المناخ في البلاد، مضيفة أنها ستتوقف عن توليد الطاقة من الفحم نهائيا في عام 2030. أكدت رئيسة وزراء بريطانيا ليزا تراس أنها تسعى لتوقيع عقود طاقة طويلة الأجل مع عدة بلدان مع الحصول على سعر جيد. وأضافت رئيسة وزراء بريطانيا أن أمن الطاقة ضروري لبلادها، مشيرة إلى أنها تعمل على أن تصبح لندن أكثر استقلالية في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل مساعدة الفئات الأكثر فقرا، حيث تحصل الأسر على 1200 جنيه استرليني إضافية. نشرتنا متواصلة نتابع فيها. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان، وسول تتعهد برد حاسم. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان. كانت كوريا قد أطلقت 4 صواريخ قصيرة المدى خلال أسبوع واحد ردا على المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية. قال
قال رئيس كوريا الجنوبية يان ساك يال إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي آخر سيواجه برد حاسم، وأكد يول أن جيش بلاده وحلفائها والمجتمع الدولي سيردون على هذه التصرفات. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا متوسط المدى أو فوق المتوسط قطع نحو 4000 كيلومتر فوق اليابان. كما قلت في ذكرى القوات المسلحة في الأول من أكتوبر، إن جيشنا وحلفاءنا والمجتمع الدولي سيردون على مثل هذا الاستفزاز المتهور بشكل حاسم. في حياة كريمة عقدت المؤسسة عدة ندوات بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة بنها ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية لتوعية الطلاب ولتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة والجهود التنموية المبذولة على الأرض. كما تستهدف هذه الندوات نشر ثقافة العمل التطوعي لدى شباب الجامعات، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية، هذا بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة في المشروع القومي حياة كريمة. تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعاتها في أكثر من قطاع في محافظة سوهاج. تضم هذه المشروعات مشروع نقطة الإسعاف وتطوير مطافي أم دومة وإنشاء مكتبة كتابك بجوار المركز التكنولوجي، إضافة لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة وبناء سور المستشفى الجديد. وفي نشرتنا الآن الجولة الاقتصادية. وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا نادينا فكري، شكرا نوى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن متابعة الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال رئيس مجلس الوزراء أن الخطة تضمنت 5 محاور رئيسة تتمثل في تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعات المصرية وزيادة الصادرات وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حرص مصر على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع الكويت، وذلك في قطاع البترول والغاز بمختلف أنشطته من البحث والإنتاج والتكرير والتوزيع. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يجري زيارة لمصر. وقال الملا إن التطور الكبير الذي تشهده صناعات تعظيم القيمة المضافة في مصر مثل البتروكيماويات والأسمدة يوفر فرصا استثمارية جاذبة، حيث تعد مصر مركزا مهما لصناعة البتروكيماويات. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليارا و786 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9685 نقطة ليرتفع بنسبة 2.46% ويغلق عند مستوى 9923 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2193 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.64% وعند مستوى
2229 نقطة، وفتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3115 نقطة ليصعد بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و61 قرشا للشراء و19 جنيه و68 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و41 قرش للشراء و19 جنيه و49 قرش للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و23 قرشا للشراء و22 جنيه و32 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصلت سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و33 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و23 قرشا للبيع. عزز البنك المركزي الاسترالي سعر الفائدة القياسي للشهر السادس على التوالي إلى أعلى مستوى في 9 سنوات عند 2.6%. بلغ معدل التضخم في استراليا نحو 6.1%، وتتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ ذروته عند 7.75% في ديسمبر المقبل. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة. الآن مشاهدينا، انتهت نشرتنا، إلى عناوينها. خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر، الرئيس السيسي وقيادة الجيش يقدمون التحية العسكرية لأبطال أكتوبر. الأمم المتحدة تشدد على ضرورة مشاركة كل الأطراف العراقية في الحوار والامتناع عن الاستفزازات. موسكو تؤكد أن التوصل إلى اتفاقات يتطلب مشاركة كييف، وأوكرانيا ترى استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.